مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا، صباحكم مبروك. حنا الان امام المحكمه الابتدائيه بعين سبع مدينه الدار البيضاء في القضيه الخاصه بالفنان المغربي رفيق بوبكر. هذه القضيه اللي صراحه تبعوها جميع المغاربه واللي تعاطفوا، كاين الناس اللي تعاطفوا مع رفيق بوبكر وكاين الناس اللي طالبوا بتطبيق اقصى العقوبات في حق هذا الممثل المغربي بسبب بعض التصريحات اللي كانت على حسب التصريحات ديالو بان كانت يعني ماشي بالقصد او داكشي اللي كان بغى يخرج. المهم اليوم كانت مقرر يعني كانت تقرر اليوم الجلسه، وكان حضور تقريبا لجميع المنابر الاعلاميه باش تواكب وتعرف التطورات ديال هذه القضيه ديال الممثل المغربي رفيق للاسف سلوك غير منتظر. يعني الصحفيين بقاو كيتسناو قدام الباب حيت ممنوع يدخل، ممنوع دخول الصحافه، كل شيء غيبقى هنا على برا. المشكل اللي كاين هو ان الممثل المغربي مع المحامي انهم خرجوا من المحكمه وخرجوا مباشره الموقف موقف السيارات العماله، ومن ثم خرج بدون اعطاء اي تصريح لا من طرف الممثل لا من طرف المحامي ديالو باش يقربنا من الصوره، فقط اجتهادات من بعض الزملاء اللي قدرنا نتوصلوا بمعلومه بان الجلسه تاجلات لتاريخ معين مازال باقي ما عرفناش. كنا كنتمناو يعني كيف تعاطفنا معاه وكيف تعاطفوا مع جميع المغاربه، بغينا كنا نتمناو ناخذوا معلومه نشوفوا اشنو جرى في الجلسه وشنو الراي ديال المحامي ديالو، بغينا ناخذ على الاقل تصريح. فكل شيء بقى واقف هنايا، كيف قلنا ممنوع دخول الصحافه لداخل باش غادي نقدروا نتحكموا في الامر ونعرفوا الدخول والخروج ديال كل واحد. للاسف خرج من موقف العماله وبقاو جل رجال الصحافه كلهم متواجدين في الباب يعني مدهوشين، حتى واحد ما عجبو الحال على هذا السلوك. كنا كنتمناو ناخذوا تصريح ونعرفوا شنو وقع في الجلسه، ولكن للاسف التواصل شيء جميل من طرف اي واحد، من طرف اي مؤسسه، من طرف اي قضيه اللي كتولي قضيه راي عام، المفروض ان يكون التواصل. حتى الجمهور ديال رفيق بوبكر يبغيو يعرفوا الجديد ديال القضيه ديالو فين وصلت. للاسف ما كانش تواصل، فضلوا انهم ينسحبوا بدون شوشره بدون اعطاء اي تصريح. عرفونا فاش كانوا داخلين ووعدونا بانهم فاش غادي يخرجوا يعطونا تصريح، يعني نعرفوا اشنو وقع في هذه الجلسه، خاص بالجمهور ديالو، خاص بجل المغاربه يعرفوا التطورات ديال القضيه ديالو. ولكن للاسف خرجوا من موقف السيارات الخاص بالعماله. اذا هذا هو الجديد يعني ديال هذا المسلسل ديال رفيق بوبكر. الجديد في هذه القصه وفي هذه القضيه ديالو هو التاجيل. التاجيل غادي نقربوكم من الصوره ان شاء الله ونعطيكم الوقت المحدد او التاريخ المحدد للجلسه القادمه ان شاء الله. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في وصلنا لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.